يحط كرة ناحية رفيقه، هل تأتي تسديدة قوية؟ كرة قوية عابرة للدفاع، يتمكن الأخير اتحاد العاصمة من فتح مجال التهديف في اللحظات الأخيرة. اتحاد العاصمة بهدف يمهد المرور إلى دور المجموعات بها كرة تام، كرة منفذة بدقة متناهية وقوة كبيرة، كرة عابرة للدفاع، اللاعب يستحضر حسه التهديف ويوقع الهدف الأول في اللحظات الأخيرة عن طريق اللاعب بعوش الذي هي كرة ممتازة ناحية رفيقه، هو الذي هي كرة ثم تسديدة من اللاعب البديل ميريلي، هو الذي وقع الهدف الأول في اللقاء. وفريق اتحاد العاصمة يمهد قرة المرور إلى دور المجموعات، هدف ولا أروع، بقوة في الوقت اللي فيه كان عمل رائع من بعوش المدافع الظهير الأيسر، قام بدور كبير ومرر كرة ناحية ميريلي، كان لوحده، سدد بقوة كرة عابرة للدفاع، خادعت الحارس واستقرت في الشباك، وهدف بحول الله للمرور إلى دور المجموعات. هدف رائع في اللحظات الأخيرة، هذه الأهداف القاتلة. هل نقدر نقول أن اتحاد العاصمة ما هذا المرور إلى دور المجموعات؟ هل يأتي الهدف القاتل لتأكيد هذا الهدف الذي وقعه ميريلي؟ هذه الأهداف